حمص الصف صافي 31/1/2012 آثار الدمار على المنازل نتيجة استهدافها من قبل قناص القلعة. سقطت الجدران وتضاضعت الأعمدة التي تحمل البناء، وها هو السقف قد انهار فوق رؤوس ساكنيه، وهذا هو البيت الثاني الذي تم تدميره بالكامل وقد أصبح ركاما. أثاث المنزل الذي تم تدميره بالكامل، يقطن في هذا المنزل نساء وأطفال تم تهجيرهم، وقد جرحت صاحبة المنزل والحمد لله رب العالمين تم إسعافها، وكذلك هناك 8 جرحى بينهم طفلان. وانا كانوا قاعدين لعلو كانوا عم ياكلوا. هذه غرفة الجلوس في المنزل المجاور للمنزل المدمر بالكامل. هذا المنزل قد تدمر أيضا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ملابس أهل هذا المنزل. حسبي الله ونعم الوكيل. هم ما طلعناها للحرمة. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. قاعد عم جرّى صورة ياسين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. حسبي الله ونعم الوكيل. المنزل المدمر.